وصلنا الآن بعد ما تابعنا هذه الأهداف الجميلة إلى قراءة وتحليل لأبرز الأحداث اللي حدثت بالأمس مع زميل المحلل الرياضي هشام عز الدين. هشام مساء الخير، صباح الخير. طبعا أنا مشيت المساء طبعا. صباح الخير محتصم، صباح الخير لجميع مشاهدي صباح الشروق وجميع مشاهدي قناة الشروق لجميع الرياضيين. أهلا ومرحبا بك هشام. يعني نحن قبل ما أول حاجة مبارك للزميلة ميرفت اللي هي مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، نقول مبروك الدوري الأول للسيدات اللي اختتم بالأمس. هشام قبل نحن نشوف تفاصيل الشيء اللي حصل كوني قام دوري للسيدات في السودان، ورايك في هذه الفكرة، والآن مضى بسلام وبنهني قطنا وبنهني الاتحاد العام بصفة عامة. طبعا خطوة كبيرة وخطوة جبارة ويستحق عليها الاتحاد السوداني لكرة القدم الإشادة، يستحق عليها زميلتنا الإعلامية وأيقونة الرياضة في السودان الآن زميلة ميرفت حسين الصادق، إنها كسبت التحدي وكسبت الناس. وقت ما كانت الفكرة دي في كثيرين كانوا مستبعدينها. ميرفت حوالي شهر حوالي سنة وثمانية شهور شغال في إعداد متواصل وإعداد كبير لأنها تنجز دوري كرة القدم للسيدات، وواصلت الليل بالنهار من أجل جاء هذه الفكرة. بالأمس اختتمت وكان تتويج لهذا النجاح بالمباراة النهائية. يعني ده بيوري انه يعني دي خطوة في ضمن خطوات تؤكد ريادة السودان والسودانيين في مجال كرة القدم. وفي مجالات عدة يعني، لكن احنا لو في الصعيد على الصعيد الرياضي وعلى صعيد كرة القدم ممكن نرجع حوالي 30 سنة الى الوراء ونتذكر، او اكثر من 30 سنة 40 سنة نتذكر أول حكمة سودانية منيرة رمضان. نعم. وده دلالة على تقدمنا. أيوة على تقدمنا وعلى الريادة، ريادة السودان والسودانيين وأهل السودان في كرة القدم في الرياضة وفي التميز وفي تمكين المرأة. نعم. نحن خاصة كمان كنا في السلة عندنا سيدات وفي عديد من المجالات. صحيح. صحيح. يعني يمكن رجعنا في الفترة الأخيرة 30 سنة دي يمكن الناس رجعت مش في الاقتصاد وفي حتى في مجال الرياضه. هشام نحن حنمشي نشوف الدوري، تابعت اي مباريات في هذا الدوري؟ تابعت الافتتاح، تابعت مباراه الختام، وفي عدد من المباريات كان يعني بيتم نقلها عن طريق الواتس، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الفيسبوك. كويس برضو ناس ميرفت ولجنه كره القدم النسائيه اهتمت بعكس هذه الأنشطة بحيث أنها أنشطة جديدة، فبالتالي محتاجة جدا لدعم إعلامي. نعم. وهم اهتموا بهذا الأمر بشكل كبير واهتموا به عن طريق كافة يعني أقسامه وتفرعاته، والبطولة وجدت اهتمام. يعني أي زول هسي بتسأله بيعرف أنه كرة القدم النسائية في السودان والدوري حصل فيه نوع من الجدل. الجدل برضو أفادوا بصورة أخرى في أنها يعني يتم تناوله بشكل أكبر أوج. ويحصل لها شكل من أشكال الترويج والبروموشن وكذا. البطولة كانت في مجموعتين، مجموعة يعني دوري من قسمين، واختتمت أمس بالدفاع والتحدي. وكانت الدفاع كان أيوة الدفاع هو البطل للبطولة وسجل اسمه في التاريخ. يعني بعدين نحن بعد 50 سنة هنقول إنه الدفاع أول فريق فاز بالدوري السيدات لكرة القدم. وبالمناسبة دوري السيدات ده يعني ليه مهم؟ إضافة لإنه يا أخي شيء مهم ويتعلق برياضة المرأة وكده، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم بقت من شروطه أو يعني ما نقول من شروطه، لكن عشان في نوع من الدعم معين بيجي لازم لكرة القدم النسائية موجودة. أيوة. فبالتالي يعني إذا أنت ما عملت أنشطة لكرة القدم النسائية هيكون عندك مشكلة في الدعم بيجيك سنويا من الفيفا. نعم. هذا الأمر ما كان له أن يتم بهذا الشكل وبهذا الحماس أعتقد أنا. إذا لم يجي الدعم كبير من دكتور كمال حامد شدد. نعم. لو لاحظت من الحاجات المميزه للنهايه امس انه حضور كمال شداد
في النهاية. نعم. كمال شداد عنده وجهة نظر بيقول يا أخي إنه ما يعني آخر أنا أقول لك آخر مرة شداد دخل استاد زمن طويل بطولة الشام. نعم. استاد الخرطوم بيقول إنه الفرجة في كرة القدم السودانية ما فيها شيء جديد عشان كده هو ما بيخش استاد. دي وجهة نظره. نعم. أنا بختلف معه فيها. لكن هي وجهة نظر. وجهة نظر. طرم. أيوة لكن أمس شداد شرف البطولة وده بيحكي إشارة لشنو؟ إشارة لإنه بدي سبورت كبير جدا ودعم كبير لهذا لهذه المنافسة ولهذه التجربة ولهذا الدوري. وجود شداد يعني أعطاها زخم كبير ودعم كبير وأكيد حيكون واصل في هذا الأمر في النسخ القادمة. اثنين أمس التنظيم كان راغي جدا ونحن دائما بنتكلم عن انه يا اخي الناس تكون بروفيشنال او تكون محترفه تجاه المسابقات او المناسبات الرياضيه. بالامس انا حسب ما عرفته انه تم اسناد تنظيم النهائي لشركه متخصصه. نعم. وكده نحن وضعنا خطوه اولى بالضبط. يعني حتى لو شفت انت البنر الخلفي. نعم. نعم. وتسليم الكاس والكذا يعني في الدوري الممتاز ما موجود. فبالتالي دي برضه بتستحق عليها لجنه كره القدم النسائيه لاشاده وعلى راسها مرفت وعندها تيم بالمناسبه كبير. يعني تيم فيه اعلام فيه تنظيم فيه يعني اتصال مؤسسي فيه عدد من الوظائف ودي دلاله على الشكل الاحترافي والشكل ما موجود ده ودي مشكلتنا هشام في كره القدم بالضبط الدوريات وفي كل الاشياء. أيوة. أيوة. لانها هي تجربه جديده فبالتالي بدت صحيح بدت نحن اسرى لاشياء قديمه ولتقاليد قديمه قد تكون صحيح قد تكون في بعض الاحيان غير صحيحه. نعم. طيب هشام بس بعجاله فنيا يعني دون التحليل هل رايت انه ممكن يعني هذه طبعا ايوه في 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 مثلا يعني في عدد يعني من اللاعبات قدموا مستويات جيده وعكسوا يعني وجذبوا الانظار لهم وصح في البدايه ما نحن ما بنقول انه يا اخي المستوى الفني هيكون عالي سوبر لا لكن بانه التجربه وانها تمشي لقدام واستمراريتها اكيد هيكون فيها عدد من الاشراقات. نعم. يعني عندنا هسه زي الرجوان عصام دي ناس كثيره شادوا بها عندها مهارات جيده جدا الهداف بولتون الهام بولتون برضو دي حققت هسه رقم حق هداف 33 هدف. نعم. ده رقم يعني حتى في الدوري الممتاز اقصى سانتو كلتشي كان 22 وطمبر 21. نعم. نعم. فبالتالي طبعا لانه برضه نحن المقارنه طبعا ما صحيحه لكن نعم. برضه يعني بتديك مؤشر بتدي انت ايوه مؤشر صح انه البطوله دي فيها اشراقات ايوه. نعم حقيقه نحن بنحيي زميل ميرفت وجهود كبيره وعظيمه وكثيرين جدا كانوا بيفتكروا انه حتفشل لاعتبارات كثيره يعني حتى غير رياضيه ونحن بنحييها وان شاء الله الموسم القادم يكون افضل. هشام الاتحاد العام صحيح عنده اجتماع مجلس الاداره بكره اجتماع فيه عدد من الاجنده الكبيره. نبدا بالجند المهم دكتور شداد رئيس الاتحاد السوداني بكره في اجتماع مجلس الاداره هيطرح انه نقطه مهمه وان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي انه هيكون في مدرب اجنبي للمنتخب الناشئين للناشئين واعتقد نحن ضيعنا وقت طويل جدا ويعني صرفنا يعني مجهودات زمن وكذا في انه يا اخي ما انت ما ممكن تطور الكوره اذا ما اهتميت بالاساس والقاعده. نعم. فبالتالي انا ما ممكن اجيب مدرب للمنتخب الاول اجنبي واهتم به تحت ما في يعني هسه شداد مين جا رجع للاتحاد له سنتين اعتقد ضيع وقت طويل عشان اكون صريح معاك في تجاذبات ما عندها معنى يا دوب هسه الان دي خطوه صحيحه انه يكون في المدرب ل يس انه يكون لكن يا هشام النقطه دي مهمه الناشئين وين هم؟ انت المنتخب ما خلاص اوكي انت محتاج لمدرب ما مدرب مدير يعني مدرب لكن شخص صاحب رؤيه فنيه بحيث انه يصمم نموذج لانه يا اخي يقدر يجيب الناشئين من وين ده عن طريق بطولات عن طريق رياضه مدرسيه عن طريق شنو فبالتالي ما محتاج لمدرب يجيبوا لنا يعني يلقط الناس ويجيبهم لا محتاج انه المنظومه تتغير شخص يعمل فلسفه للمنظومه جديده بحيث انه الناشئين يعني هسه نحن لو بدينا يعني شداد هسه مين جا الاتحاد مره ثانيه له سنتين لو عمل الناشئين كان
المنتخب على الاقل تخطى مرحله الناشئين واللاعبين الان في 18 سنه واقرب للشباب. بعد 4 سنين انت بتكون عندك منتخب جنيت او تقول لهم هاكم اقرب في تابعه. نحن اخرنا سنتين. نعم لكن هشام اخرنا سنتين. هشام لا توجد منافسات، وانا افتكر انه يعني المدير الفني اللي جاي هيبدا من الصفر عشان يخطط. نبدا من الصفر، انا اخشى انه ما في مشكله جاي عشان يدرب. لا لا نبدا من الصفر افضل من احنا نبدا ونجيب لاعبين أيوة من مناطق ونبقى في اجتهادات فرديه وكذا. مشكله حقيقيه. ايوه ده الجند الاول. في جند ثاني طبعا يتعلق بال، عشان اكون صريح معك برضه، الاتحاد من الواضح انه فيه خلافات داخليه، في خلافات بين دكتور شداد وبين نصر الدين حميدتي نائب الرئيس للشؤون الماليه. ايوه عشان نكون صريح واضحين. وهذا الامر سوف باضافه الاجنده الثانيه، لكن الاجنده الرئيسيه حيكون فيه يعني تناول في داخل اجتماع مجلس الاداره. اعتقد انه حسب المعلومات اللي عرفت انه هيستمر يومين. الموضوع بالاساس يتعلق بشنو عشان المشاهدين يعرفوا الحاجه. شداد اعطى تفويض او صلاحيات في التصديق المالي للامين للامانه العامه دكتور حسن ابو جبل بوصفه امين مالي. نصر الدين حميدتي شايف انه لا، انه يا اخي التصديق المالي من سلطات نائب الرئيس للشؤون الماليه، يعني وظيفه نصر الدين. شداد فلسفته بتقول شنو؟ بتقول انه يا اخي التصديق يعني يكون للامانه العامه، لانه الامين العام ده موظف. نعم. فبالتالي بتقدر تحاسبه دائما انت في اجراءات المحاسبه. اذا الشخص المتطوع ما بتقدر انت تحاسبه بالضبط، لكن نعم. الزول الماخذ اجري ده بتقدر انت تحاسبه شغله كده. نعم. وبيقول انه الفيفا قايم على الحكايه دي. نعم. دي واحد. اثنين، نصر الدين حميدتي برضه كان عنده مذكره برضه هتخضع بكره تخيلي للنقاش والمجلس الاداري يقرر حول انفراد الرئيس بالقرارات. ايوه وكده. عموما هو اجتماع مهم، واجتماع حيلقى يعني مفصلي مهم جدا في في على الاقل يخلي انه الخلافات المكتومه دي تبرز بشكل اوضح، ويجي على انه البورد او المجلس الاداره هو اللي يغر بشانها. الشيء الحاصل ده بتفتكر ايجابي ولا سلبي؟ والله كونه يعني طبعا اي شكل من اشكال الخلاف في شكله العام سلبي، لكن مثلا المواجهة. اذا كانت الخلافات تؤدي لاصلاح بشكل منهجي افضل جدا، ما تكون مكتومه بالزبط. وفي ناس شغالين بتحت وكلام كثير. صحيح. نتمنى لهم التوفيق هشام. نحن نمشي ونشوف الدوري الممتاز. الابيض بيفوز على الشرطه القضاري بهدفين دون مقابل. الابيض غاب كثير من هذا الموسم، الموسم السابق ما كان في مستوى. ايوه انا شايفه هسه الان هسه دخل للنقطه 20. نعم. المركز الخامس اعتقد. بدا انه يرجع لسلسله الانتصارات حقته. نعم. بشكل يعني متواتر نحن نقول. الشرطه القضاري في المشكله، الشرطه القضاري بيقدم في موسم يعني صحيح. اتمنى انه يقدر يتجاوز هذا الامر وانه يمشي لـ 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 للامام يعني، لانه نعم. هسه الان في المركز قبل الاخير. مشكله حقيقيه دي. هذه مشكله حقيقيه. طيب يا هشام، الامل اللي الناس كلها بتتكلم عن الامل العطبره. ايوه. وراح يلعب مع الوادي نياله، يعني مباراه انا افتكر انه الامل الان وصل لمراحل متقدمه. الامل العطبره يعني بيقدم، قلت انه في موسم مميز وموسم استثنائي. المباراه دي بتخليه انه يصل للنقطه، لو فاز فيها بيصل لانه يتصدر ويفوت المريخ اللي عنده 32 نقطة، حيعمل 33 نقطة في الصدارة، لأنه هو فايت أصلا هلال المريخ بمباراة. فبالتالي المباراة بتكتسب أهمية كبيرة جدا للأمل، وأعتقد إنه الأمل مطالب إنه يواصل في هذا الإيقاع، يعني دائما الإيقاع متواتر، إنه ما يقول إنه أنا فزت على المريخ خلاص. وأعتقد إنه بمدرب وبنوعية اللاعبين الموجودين حيتجاوز الوادي. نحن نقفز لليفربول بطل لمونديال الأندية لقطر للمرة الأولى في تاريخه، وصلاح كان هو أفضل لاعب، وهو انتصر الفريق على فلامينغو بهدف البرازيلي. صلاح أفضل لاعب والمباراة كانت جميلة، وحقيقة يعني ليفربول يحقق البطولة لأول مرة وضحى ببطولة في كأس الرابطة الإنجليزي، لعب بالفريق الأقل من 20 سنة. ايوه هو ما ضحى لانه الى الان متصدر ليفربول. لكن بالكاس وليس بالبطوله. ايوه نعم. في الكاس نعم لكن هزم بخمس اهداف. ايوه
لكن المتصدر يعني ليفربول بيقدم في مستوى مميز، لكن نقول انه مباراه امس دي من اجمل المباريات الممكن تكون اتلعبت في الفتره الاخيره. نعم. نبدا بفلامينجو الفريق المهزوم، يعني فريق بيقدم كوره ممتازه، واعتقد دي اكبر تجربه ممكن او اقصى تجربه اتعرض لها ليفربول في الفتره الاخيره. فريق بيلعب كوره سريعه جدا، عنده عدد 8 لاعبين هم جايين من الدوريات، قدموا في الدوريات الأوروبية. لعبوا في بايرن ميونخ، لعبوا في نابولي، لعبوا في يوفنتوس، يعني عدد من الأندية الكبيرة في أوروبا. نعم. فبالتالي فريق يمتاز بالستايل الأوروبي بالإضافة للمهارة الموجودة في أمريكا اللاتينية. نعم. الفريق ده قدم يعني تجربة صعبة جدا لليفربول، خاصة لو نحن قلنا يا أخي تذكرنا وراجعنا التاريخ بنلقى انه ليفربول سنه 81 واجه يعني انهزم من هذا الفريق 3-0. نعم. في البطوله كان قبال كاس العالم للانديه، كان اسمها كاس الغارات او الانتر كونتيننتال. نعم. البطوله حقت الغارات، فبالتالي جاي ليفربول محمل بخساره تاريخيه، فبالتالي دي برضه بتدي المباراه طابع صعب شويه. نعم. ليفربول المباراه في اوقات كثيره كانت ممكن تفلت منه، لكن النقطه اللي كانت ممكن تكون مفصليه ضربه الجزاء تم احتسابها في يعني نهايه الزمن الرسمي. نعم. وليفربول ما فريق كبير، يعني ضربه الجزاء وبعد ذاك خلاص بعد ما الناس يجي يرجع للفار وما يحسب الحكم كان ممكن تنعكس سلبا او نفسيا على ليفربول. نعم. لكن رغم ده ليفربول وعن طريق برومينتو وكذا قدر انه يحقق الهدف ويحافظ عليه ويفوز بالبطوله. محمد صلاح كالعاده طبعا قدم مباراه جيده، يعني يورجن كلوب كان محتاج جدا للبطوله دي وهو قريب جدا من البريمير ليج، فبالتالي المباراه يعني كانت مهمه جدا عشان انه يحقق البطوله ويخليها عنده، وحقق ابطال اوروبا. ايوه حقق ابطال اوروبا السنه اللي فاتت. الان اغرب جدا انه يحقق الدوري. بيقدم حاجه كده خرافيه ليفربول. نقدر نقول انه التنظيم حق قطر برضه ممتاز جدا، رغم انه في بعض الملاحظات انه التحكيم ما كان بالشكل المطلوب والملائم، احتمال في درجه من درجات المجامله، برضه في الفيفا في مجاملات. اسناد المباراه لحكم قطر يعتقد فيه نوع من المجامله، مع احترامنا جدا للتحكيم القطري، لكن القطريين ذاتهم وقت يكون في الدوري قاعد يجيبوا حكام غير قطريين. ايضا النجيل في الاستاد كان في نهايه المباراه وضح انه في مشاكل في النجيل، ودي طبعا دي كلها بيستفيدوا منها لانه بعد سنتين الحدث الاكبر المونديال 2022. نعم. اكيد هشام يعني يمكن تابعت المباراه وتابعت الجمهور، دائما في الخليج عموما الجمهور دائما هو مشكله، يعني الاستادات ما بتكون ممتلئه، شاهدنا في هذه البطوله الاستادات خاصه لو رجعنا للمباراه العربيه الترجي والهلال السعودي كان في جمهور. ايوه طبعا ما خلاص طبعا يعني الفكره حقت الشكل المحلي للرياضة في قطر الآن بيكون ما موجود الآن. قطر بلد في الرياضة، بلد عالمي جدا، حتى في تسهيلات حتى في إجراءات الإميجريشن والدخول والخروج وكذا، في تسهيل جدا في أنه يا أخي تجعل قطر الدخول والخروج لها لمشاهدة الأحداث الرياضية أسهل. فبالتالي الاستاد الأمس ده كان فيه أكثر من 35,000 متفرج، ديل كلهم ما موجودين او مقيمين في قطر لكن جو من خارج قطر وحضروا المباراه وكذا. نحن هنمشي طبعا في توقيع تم بين الاتحاد القطري وبين الاتحاد الافريقي لكره القدم انه يستضيفوا السوبر الافريقي حتى 2022. يعني يعني قطر بقت الان يعني الوجهه العالميه للرياضه، ونحن خلاص بدينا العد العكسي ل 2022. يعني كل مره هتكون قطر، بالاضافه لدول الخليج عموما بقت مهتمه، حتى هسه الليله هنستضيف السوبر فيو يوفنتوس في 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 الرياض. في الرياض. نعم. ايوه والليله كريستيانو، والليله الرياض كلها قايمه على يعني التيشيرتات بالعربي بالضبط والعربي وكذا. ايوه فبالتالي
الامكانيات بتلعب دور كبير جدا. ايوه، ما الحياه دي ما من غير من غير ما صدفه من غير تخطيط. يعني السعوديه يا معتصم شغال 50 سنه من اجل انها تصل لدرجه احترافيه. نعم. والان احنا بنشاهد في الهلال السعودي يعني فريق كبير جدا من بقيه الانديه. لا لا لا، الفريق فريق يعني ما بيغيل عن الانديه الاوروبيه. نعم. والانديه الامريكا اللاتينيه وده كله بالتخطيط وبالصرف الاموال وبالرؤية. نعم. من غير رؤيه ما في فايده لكل الحياه. وده كله سببه يا هشام الرجل المناسب في المكان المناسب. Exactly. يعني ما تدخل لي ناس تاخذ لي ناس اصلا حتى الرياضه ما عندهم علاقه بها، ونتوقع انه يكون في تطور. عشان كده هشام احنا نتمنى انه الرجل المناسب يكون في المكان المناسب في اي مجال من المجالات ان شاء الله. يعني ان شاء الله. والرياضه يعني برضه احنا نقول انه الرياضه السودانيه ان شاء الله يعني بخطوه الليله وخطوه الناشئين دي هتمشي لقدام ونصل ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا هشام. شكرا معتصم، واتمنى لك يوم بدايه اسبوع آمين. جيده ومليئه بالنجاحات. امين، وكذلك اتمنى لك واتمنى لكل المشاهدين اللي تتابعونا. وزي ما قال هشام نتمنى الرياضه السودانيه تتعافى ويكون لهذا الاجتماع المفصلي دور كبير وعظيم في انه نحن نمشي لقدام. وحتى نلتقي في صباح اخر، لكم دائما احلى تحيه.